الحاجة التانية هنعمل ايه؟ هنتجهز عشان بكرة. بكرة بقى عرفة، بكرة يا حضرات الشغل كله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة يوم العتق من النار، نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا، أن يعتقنا جميعا من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أمين. يوم عرفة يوم كلنا بنستناه، الحجاج بيستنوا هذا اليوم وغير الحجاج بيستنوا هذا اليوم. يوم صيامه لغير الحاج يكفر سنتين، سنة عدت وسنة لسه جاي. شوفوا قد ايه كرم ربنا، شوفوا قد ايه الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احنا داخلين على عرفة ان شاء الله، ارجوكم يا حضرات، رقم واحد عايزين نصالح الناس كلها، عايزين نسامح الناس كلها. ما تضيعش تعبك، احنا الناس صايمة النهاردة، وناس صايمة من واحد ذي الحجة، وناس هتصوم بكرة ان شاء الله رب العالمين. هنعمل ايه بقى؟ تضيع صيامك لانك متخاصم مع فلان او زعلان من علان؟ هنصالح الناس كلها وهنسامح الناس كلها، وده لوجه الله تبارك وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى علمنا الاصلاح، علمنا الصلح، والصلح خير. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.